السواحل التونسية طولها 2290 كيلومتر. شو الحكاية؟ توت سويت. إني اخترتك يا وطني حبا وطواعيا، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانيا. شو الحكاية سفيان بن فرحات؟ السواحل التونسية تقول اللي طولها 2290 كيلومتر، شو أخي زادو؟ بالحق هذه أرقام رسمية، هذه أرقام رسمية، ذا الهابو التابلو مكتوب عليه أبال 2290 كيلومتر. فهمتني؟ أبال دونك تون هبطوها التصوير من بعد. لقيتها في الأبال معناها الوكالة التونسية لحماية الشريط الساحلي. إيش تقول الوكالة التونسية لحماية الشريط الساحلي؟ تقول لك اللي إحنا عنا نوعية من الشطوط كان تاخو لينير دو ليتورال، ليتورال يعني كان تاخو من دخولتها تبرقة حتى وين لاز جديد. فهمتي؟ باش تلقى 1566 كيلومتر بالضبط. هذه لابال درسوها وبالمترو وبالساتيليت وبالحكايات كيما هكا. كان تاخذ بار اكزومبل ثم اللي يسميوه لينير ارتيفيسياليزي، معناها اللي عملوه اللي هو يدخل فيه البرد والمارينا 267 كيلومتر. كان تاخذ واحدة كي نقولوا تونس عندنا بين 300 و 400 كيلومتر كوت ما نحسبوش الجزر، الجزر فيها 457 كيلومتر، مثال جزيرة جربة فيها 514 كيلومتر مربع، وبالتالي جربة سي دي كوت، القرخنة الخبيث سي دي كوت تحسبهم هذوك، وتاخذ لينيغال يولي اللينيغال توتال في تونس عندنا 2290 كيلومتر مش 1300 و 1400 كيلومتر، دونك كي تاخذ الجزر كي تاخو كذلك المارينا، كي تاخو لابرات، كي تاخو كذلك لي غولف تما دي سينيوزيتي وغيره، تلقى هذه الوثيقه نتاع لابال تقول عنا 2290 كيلومتر في تونس من الكوت لو ليتيرال لو لينيير كوتيي، معناها الحساب نتاع خاطر انت في جربه ماك في على البحر. اي وي دونك سيت اون كوت ولا في جالطه، تعرف تونس فيها 60 جزيره دونك فيها من جزيرة صغيرة قد الشكلي ولا البيلو ولا ليل داشيان حتى جزيرة كبيرة كما جاتا ولا جربة ولا سبعة زمبرة وزمبرتا وعندهم واحد اخر الجامور معناها الكبير والصغير ولا الكاتدرال بار اكزومبل اللي هي موجودة كذلك في جالتا والسبعة جزر اللي موجودة في الخبيل قرقنة هذيك كوت تتحسب. دونك هذه وثائق نتاع لابال خرجت عندها عامين يقولوا نعاود نقول لك معناها الليتورال 1566 كيلومتر الارتيفيسياليزي يعني اللي هو مستهي مستصلح اللي هو 267 كيلومتر يدخلوا فيه البرط والمارينا الجزر والخبيلات يعطي 457 كيلومتر ودونك الكل يعطي 2290 كيلومتر هذا الرقم الحقيقي. كان تاخذ فور اكزومبل تو موضوع اخر احنا باش نتلاو به من الجمعه الجايه تفهمنا ميكرو فضلك سفيان فوالا كان تاخذ معناها موضوع اخر باش نحكيو فيه تاخذ فور اكزومبل لي بلاج في تونس عندك لينيرال كوتي في الكيلومترات نتاع الشطوط 1629 كيلومتر بلاج على خاطر تلقى ساعات صخريه ولا بحر يضرب ديريكت البلاج اون انجليسمون اللي قاعده تكبر 196 كيلومتر البلاج اون ايروزيون اللي قاعده تضاء 284 كيلومتر ولي بلاج ستابل 187 كيلومتر دونك على 2290 كيلومتر عندنا 1623 كيلومتر شطوط يعني بالرمله. فهمت؟ بالرملة منهم 196 كيلومتر قاعدة تقوى 284 كيلومتر قاعدة تتقلص و 187 كيلومتر حالتها عادية على 2290 كيلومتر كيف هذا دوكيمون من عند الوكالة التونسية للشهادة الساحلية تدخل داير أبال موجودة لي دوكيمون تنجم تشوفهم مع ستريمينغ لايف موجودين هذاك 2290 فوالا هذاك أنا نفسي كي قريت الأرقام قعدت باهت وتشوف معناها اللي عندك خاطر الفساد دو سور مال فساد على البحر خاطر كي تقول اللاك نتاع تونس اللاك كبير وعندنا اللاك نور واللاك سوري نتاع مدينة تونس ولا بنزرت هذيك ماك تحسبوا شتيتا يا اخي مازو بلقيبها مش مدينة بحرية لكنها ماهيش على البحر المتوسط جاية في اللاك نتاع بنزرت فهمت كيفاش دونك هذاك ولا منزل جميل ولا منزل عبد الرحمن ما هو مقابلين من جهة البحيرة الداخلية نتاع بنزرت هي بحيرة مالحة
كما البحيره نتاع تونس. عندك دونك الفتشاطه اللي على البحر 1730 كيلومتر، والفتشاطه اللي لافاس معناها المغوطيه 560 كيلومتر. فهمت؟ منهم اللي لاقين ليتورال كما نحكيو معناها نتاع تونس ولا ولا نتاع الغياضه باغ اكزومبل في المهديه ولا غيره، وفيها زاد لي باسان بورتويير هما موجودين. دونك اليوم ماذا بينا المسؤولين يقول لك عندنا 1300 كيلومتر دو كوت. ليه خويا؟ قول عندي 2290 كيلومتر كوت. تبليك تو انت بالح في الايام احتفلت بالمجرمة دخلوها في التراث الانساني تسع موقع تونسي يدخل. هاي جربة خويا تعطيك مئات الكيلومترات، الليتورال بتاع جربة فيها جي 114 و 115 كيلومتر، الليتورال برك، اللي هو الفتشات على البحر. وسناك جاو 700,000 واحد سكنوا في جربة، ما هو أغلبهم توريزم بالنيال، كله 90 95% قليل اللي يمشي لك التوريزم آخر يقعد في المدينة برك، يجيو على الشط خاطر يحبوا البحر الطحون هما، فهمتني؟ تمشي لأوروبا تلقى البحر البارد تلقاه قالي ما فيش تيتا، موجود على البحر وأنت ماكش حاسبه. مش وليك معناها قداش المسؤول التونسي ساعات وزير. وزير يحكي لك في حكايه كيما هكا تقعد بيت على روحك. هذه الارقام خرجت من ارقام رسميه في مؤسسه رسميه وطنيه حكوميه تابعه معناها وزاره البيئه اللي هي وكاله تهيئه الشريط الساحلي. تعطيك الارقام هذه. دونك تونس فيها 2290 كيلومتر شط يرحم باباك. وجب المحافظه على هذه الشطوط. الحقيقه كيما قاعدين فما شطوط هاي قاعدة تتعافى، ولأنه نظرا فما مشاريع وغيره، كيما فما شطوط قاعدة تموت، شطوط اللي مشهورة. شوفوا الحمامات. صحيح. حمامات راو، وراو الحمامات ما عادش فيها شط. راو البحر قاعد ياكل في كل شيء. أصلا معناها حتى المدينة وغيره هذا كله مهدم. هو لو قبل الحمامات كانت المدينة يضرب فيها البحر. المدينه السور نتاع المدينه اللي تو فيه كياس التو من جهه الولي سيدي بوحديد لين بعد عملوا له طريق تو تنجم تمشي وكانوا يحطوا فيه الكراسي والقهاوي وحاجات كما هكا. اما هذيك كان يضرب الماء، وكان وقت تبدات الحمامات لانه الحمامات مدينه عربيه لكن مبنيه على طريقه قرطاج. تحب تفهم قرطاج كيفاش كانت بكري اخذ الحمامات خاصه من فوق. هكاك كانت مدينه قرطاج. العرب بنوا على الموديل نتاع مدينه قرطاج وحضروا العرب على مدينه قرطاج اللي ما تحطمت كان عام 1100 واش 1200 واش. قاعده قرطاج قائمه الذات حتى 1200 واش بعد باش قضوا عليها. اش عملوا هم؟ جاوا عملوا الطريقه هذيك. ثم الماء نتاع البحر كان يضرب من لوطا، وثم كيما اللي قال لي سوتيران ثم موفمون نتاع امواج. وكان البلديه نتاع الحمامات كان شط غادي لو قبل الشط. شفت البلديه كانوا تيل وكان هذاك الرمل قدامه. جاو عملوا الكياسات وكل شيء وخلوا كل بارتي الكبيره. توا شفنا في العامين الاخرانيين ست سنة مصيبه كبيره قاعد يوخر. كما قلت لك على الشطوط اللي عندنا على 284 شط رمله بيضاء قاعد يتقلص. وستابل 194 و 117 ولا قداش ونون غريفتمون يتميو قاعد يكبر كيما في مثال في منطقة الزوارع في ولاية في باجة في ولاية باجة. فهمتني؟ شيء الإشكالية اللي موجودة وعندك أنت تو كلمة تعود يا سلمانات إيكو سيستيم تمش حاجة للبحر كائن حي. فهمتني؟ تقول لي ثم بحورة أون غريفتمون داكور. المشروع الوحيد اللي شفته أنا تعمل وزوز واحد في المهدية واحد في سليمان. سليمان كان برنامج موجود من وقت بن علي مع الالمان خدموه. تو عندهم عامين انا مش كان غادي تو عندهم عامين جابوا 9000 كميونه وردوا الشط كيما كان 40 سنه التالي. اما على طول 7 كيلومتر معناها شط سليمان تو كيما شط سليمان. سليمان خاصة نحكي لك الجهمي وانت طالع لسليمان معناها من برج صدرية الغديك. رغم اللي بحذاه موجود داير انا الوالي نتاع نابل قالت لي مرة قالت لي اكثر واد ملوث في العالم هو واد سلتان. قلت لها عجب. قالت لي نعم واد سلتان اكثر واد ملوث في العالم. اللي بحذا التكنوكول هذاك يحطوا فيه برشا حاجات حتى يعني يبدا في بوعالقوب ومن بوعالقوب تلقى فيه مواد كيميائيه الحوت ميت العصافير ميت وكل شيء. رغم هذا خدموا شط سليمان وقدوه على طول 7 كيلومتر. اما لازمنا نحافظوا لازم نحافظوا عليه نشوفوا وغيره وبدلوا. هما عملوا حق صقالات بالطول وعملوا حاجات في وسط البحر عملوا خدمه بها. الالمان ما يلعبوش كي يتعاملوا مع الحكايات هذه بالتعاون مع السلطات التونسيه. وشفت الغياضه كي عملوا المارينا نتاع المهديه قدوها. باقيها اغلبها الشطوط نتاعنا قالت تندثر. انا كي كنت صغير انا كنت نصيف في الكرم. احنا من مايو لاكتوبر نقعدوا في الكرم نجوا نقعدوا في اكتوبر.
انا والله صدق بالله العظيم صدقني، كنت صغير نقوم في الكلب كلب وسلام، بالله العظيم صدقني كنت نصطاد الحوت بالملحفه، نجي انا واخوتي ولاد حومتي نجيبوا ملحفه ملحفه نهبطوها نشدوا الحوت، مش صنارة وشبكة وطراحة، هذاك ما نحكي لكش، من دارنا نرمي نشد القاروس وأنا طفل صغير نصطاد، فهمتني؟ بالله العظيم نشدوا الحوت بالملحفة يصدق. بلا شوفها تو الكلام والسلام. لا ما تتعبش. فهمتني؟ لا ما تتعبش. بلا شوف حمام شط كيفاش كانت، وحمام لف في الهمهمة كانت عندها شط تلعب. فهمتني؟ مشيت، حمام الشط هذيك تو قاعدة هنا. ليتورال وتوا اللي قالوا هي رتيبة زوجاج بير الجدي يعني هنا في الدخلة حتى الهوالية قليبيا دار شيشو وغيره السنة عن تو عامين ثلاثة هبطوا على قليبيا والهوالية العباد اكتشفوا البحورات تاعهم العقم باش يجيو يعوموا اما لو كان باش نكملوا بالطريقه هذه ساعه ثم بني عشوائي ثانيا باش نكملوا بالطريقه هذه حتى هما باش يستنسفوه دونك البحر كائن حي والبحر اذا كان ما تحترموش وتعيش فيه كائنات حيه هكذاك الرمل اللي راهو احنا راهو تعيش فيه راهو وما ينجم يعيش الرمل هذاك الا ما نحافظوا على الكائنات اللي موجوده فيه بيان سور تو احنا عندنا بلط هنا اللي هو بحذانا اللي هو بتاع بخيار بلط مهم قاعد في الواحد لكن دار شعبان يا اخي ليش قدر شعبان الفهلي ليش قبل خيار ما تنجمش تعوم فيها شوف بل كانوا يعوموا العباد في دار شعبان الفهلي هو لهنا المشكل وين زاد البرد كان عنده معناتها فريمون دمر زاد جزء نتاع شط بن خيار البرد دمر شط بن خيار ما عادش بن خيار فيها شط قاعده تري في الجنان في جنان بن خيار اللي بين دار شعبان وبين بن خيار وغاديك محافظين لانه فما برنامج اللي حافظوا على لي دون اللي غاديك وممتاز جدا وين المشكله وين المشكله وين المشكله انه على يمينه فما لوناس اللي قاعد اللي هلك شط دار شعبان وش هلك شط نتاع نابل وما عاد فيهم لا تنجم لا تعوم لا لهم يحزنون اذا يور فما مؤسسه غاديك اللي دو غادي شنو اللي دو مشى زاد حتى تيلي دو كان من اجمل الوتله غات وعلى اليسار اللي هو شفنا بني خيار بار كونتر وقت اللي نبعدوا شويه المعموره ترجع الحياه جميله غادي وان شاء الله نقعدوا نحكي عليها اما جوستومون انت جبت على حاجتي انت جبت على الدون الدون بورتيغ الشطوط نتاعنا كيما الجبال نتاعنا ماهيش قديمه ياسر عندها بعض ملايين السنوات مثل جبال بوغاني 18 مليون سنه حاجات كيما هكا دونك الشوط نتاعنا انت توا كي تمشي للرتيبه على عشا كي تشوف لدون بورديغ كي تعرف فيها الشربة جماعه البدي وجماعه الوتله وجماعه عدو لدون بورديغ رحاو المهدي علاش حافظ عليه؟ خاطر فيها لدون بورديغ كي عملوا داير كي عملوا المشروع نتاع سليمان عاودوا انشؤوا لدون بورديغ وثم لدون بورديغ كي تمشي من شيء الجهمي تلقى لدون بورديغ شكلها داير عجيب جدا هذه حاجه ثاني حاجه جبت على لوناس في العالم اجمع يستعملوا مياه الاوناس المرسكلة يحطوها في البحر لكن كيفاش عندهم اللي هم يسمون لي زيميسير مالا المرسول البحري قبل احنا كي كنا هايجين احنا صغار تعيط اليوم تقول لي بلق البوك الله يرحمهم شويه سواك وشد رجليك والا شويه فول وشد المرسول حكيت على كلمه مرسول زيميسير مالا يمشي جوج كيلومتر في البحر والتجربة جد التجربة ذي نجحت في اللي بحثة قمرت ريانا ريانا قمرت رواد في رواد شط رواد رجعت فيه الحياة ليش لأنه لوناس اللي كان يخرج غاديكا قدموه القدام مثال ما لا تحط ترجع اما كي تعمل 300 متر 500 متر مش حبوا يعمل ولا ما نعرف يقتل وبعد غدوه البحر باش يخرجوا اي سورتو اي سورتو معناها شوفوا انه سيدي اما تو نرجعوا للموضوع هذايا تو لازمنا نرجعوا له نرجعوا له في اكثر من محطه لانه المحيط والبيئه والصحه والكونسوماسيون تاع تونسي هذايا من الحاجات المهمه اللي لازمنا نحكيوا فيها في وسائل الاعلام ونشكرك برشا سفيان بون ويكاند خويا شكرا سيدي علي بارك الله فيك ان شاء الله نتلاقاو بداية الأسبوع القادم نهاية أسبوع مريحة للجميع دمتم في أمان الله